انطلاقة سليمة ورائعة مشاهدينا متابعينا الكرام لتاسع أشواط مساء هذا اليوم في هذه الانطلاقات والتحديات المثيرة وبداية الجولة الثالثة. الشوط التاسع، الشوط الخاص بذلل المحليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. انطلاقة سليمة ورائعة في مسافة ورحلة 8 كيلو مترات مع أمسية الكبار. نسير بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة وأرهني اللي قادت المجموعة. نتابع انطلاقة المزن اللي انطلقت بناموس هذا الشوط، تليها مع المركز الثاني عسيلة الثنتين بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. ننطلق مع المركز الثالث، نتابع القدوم، نتابع التسلل، نتابع نجود بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براد المكتوم، ومتابعة طارش بن مبارك بالقوبع. من يتابع انطلاقة وتحديات نجود مع المركز الثالث. المركز الرابع، وصلت لماعة، وصلت لماعة مع المركز الرابع بشعار هجن العاصفة وانطلاقة مضمرها غياث الهلالي. بينما انطلقنا مع المركز الخامس بأرى شوامخ تتقدم وتنطلق بكل خطى ثابتة إلى المركز الخامس بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر مع المركز السادس هملولة وشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومتابعة سالم بن مطر بن حاذة. تبي من يتابع انطلاقة هملول اللي تسللت مع المركز السادس ومع المركز السابع. من الجانب الآخر، من الجانب الآخر تحديات أيضا وانطلاقة مياسة لسمو الشيخ محمد بن مكتوم براد المكتوم. عتيج بن علي بخفية يتابع انطلاقة مياسة مع المركز السابع، المركز الثامن، المركز الثامن، التسلل، الانطلاق القادم، التحديات للشاهينية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد براد المكتوم، مطر بن محمد بالضبيعة. من أعلن هذا الانطلاق ومع المركز التاسع الهدرة تتسلل مع المركز التاسع لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي. متابع الانطلاق الهدرة مع المركز التاسع. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع المركز العاشر وأرى القدوم في هذه اللحظات من دمعة تتسلل مع المركز العاشر والشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. وأرى التسلل لدمعة من بدأت تتسلل مع المركز العاشر بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد براد المكتوم ومتابعة راشد بن سعيد بالغافرية من ينطلق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع الصدارة ومع البداية ومع المقدمة، مع الاندفاع الجميل، مع العرض الرائع، مع الانطلاقة المتميز، مع الكوكبة الثلاثية العاصفية اللي انطلقت على المقدمة. نتابع البداية، نتابع مقدمة هذا الشوط والمزن على الصدارة، المزن على المقدمة تليها مع المركز الثاني. نتابع، نتابع عسيلة مع المركز الثاني وأرى لماعة، لماعة، لماعة مع المركز الثالث مع شعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي اللي يحتضن هذه الانطلاقات المتميزة مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج. المثلث الذهبي ينطلق أيضا بهذا الشعار، شعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. المركز الرابع، المركز الرابع هملولة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راد المكتوم ومتابعة سالم بن مطر بن حاذة. الاجتبي من يتابع انطلاقة هملولة اللي انطلقت مع المركز الرابع. المركز الخامس، وصلت شوامخ، وصلت شوامخ مع المركز الخامس بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. من يتابع انطلاقة شوامخ مع المركز الخامس، بينما انطلقنا مع المركز السادس بأرى التسلل لمياسة بشعار سمو الشيخ محمد بن مكتوم براز المكتوم ومتابعة وانطلاقة عتيج بن علي بن خفية. من يتابع انطلاقة وتحديات مياسة في هذا الأداء المثير وبهذا الأداء الرائع، نسير مشاهدينا متابعينا الكرام ننطلق مع المركز السابع. نتابع سابع التحديات، وصلت الهدرة
مع المركز السابع وراء التسلل، التسلل في هذه اللحظات من سبعة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آر الهيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي مضمرها، ومع المركز الثامن التقدم للشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد الرائد المكتوم مطر بن محمد بن ضبيعة في عملية التضمير والتدريب، ومع المركز التاسع المركز التاسع نتابع البقية نكمل ندانة نكمل ندانة للعشر الأسامي المتقدمة والمندفعة في هذا الشوط، ومع المركز التاسع نتابع نتابع نشوة مع المركز التاسع بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم اللي هي نجود، نجود تتسلل مع المركز التاسع بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ومتابعة طارش بن مبارك بالقوبع من يتابع انطلاقة نجود مع المركز التاسع. المركز العاشر نتابع دمعة نتابع دمعة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ومتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد من يتابع من يتابع من أعلن هذا الانطلاق المثير. هذه النتيجة هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا لمراكزنا المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية مع المقدمة. ما شاء الله تبارك الله غادرنا لوحة الأربعة كيلومترات، انتصفنا المسافة، بدينا في معادلة حزام الغابات على اليمين، بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط، الصدارة والمقدمة والاندفاع الجميل. نتابع المزن نتابع المزن من تنطلق بناموس هذا الشوط، ومن الجانب الآخر لماعة 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 الثنتين بشعار هجن العاصفة، ومتابعة غياث الهلالي من ينطلق من يندفع مع هذا التحدي المثير، ومع المركز الثالث المركز الثالث أرهني عسيل أرى عسيل مع المركز الثالث بشعار هجن العاصفة يقدمها غياث الهلالي. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات هملولة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم سالم بن مطر بن حاذة في عملية تضميرها وتدريبها، ومع المركز الخامس المركز الخامس شوامخ بدأت تشمخ في هذه اللحظات وتنطلق مع المركز الخامس بشعار هجن العاصفة، ومتابعة وانطلاقة غياث الهلالي. بينما انطلقنا مع المركز السادس بأرى القدوم أرى الانطلاق القادم أرى التحدي القادم أرى الاندفاع المتميز، مع المركز السادس نتابع 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 انطلاقة وتحديات في هذه اللحظات. دمعة بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، ومتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد من يتابع انطلاقة دمعة، مع المركز السادس. سابعا من الجانب بالآخر مياسة بالشعار سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، وبتابعة عتيج بن علي بن خفية، ومع المركز الثامن المركز الثامن سبعة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آر الهيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي مضمرها، ومع المركز التاسع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن ضبيعة من يتابع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع في هذه التحديات الجميلة بهذه انطلاقات الرائعة. لنا عودة مع الصدارة ومع البداية مع المقدمة، المغادرة للوحة الاثنين كيلومترات، بوابة المدرج غادرناها غادرناها في هذا المساء الجميل وبهذا العرض الرائع اللي تقدمه اللي تقدمه الذلال المحليات الأصائل شعارات أصحاب السمو الشيوخ تنطلق بهذا الاندفاع الجميل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الصدارة والمقدمة والحوار ثنائي الحوار ثنائي. نتابع 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 لماعة نتابع لماعة بدت تلمع على المقدمة، بدت تنطلق بناموس هذا الشوط لماعة على الصدارة بفارق راس تنطلق بالمقدمة. شعار هجن العاصفة ينطلق على مقدمة هذا الشوط مع تحديات لماعة مع انطلاقات المزن، مع المركز الثاني الثنتين بشعار هجن العاصفة يقدمهن غياث الهلالي من ينطلق في هذا المساء الجميل، من قدم الأسامي اللامعة في هذه الأمسية التراثية الجميلة والرائعة. ومع المركز الثالث المركز الثالث وصلت عسيل بدت مع المركز الثالث أيضا تناصر وتؤازر المقدمة عسيلة بشعار هجن العاصفة يقدمها غياث الهلالي، ومع المركز الرابع حملولة لسيد
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ومتابعة وانطلاق سالم بن مطر بن حاذة الاجتبي. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا لمراكزنا المتقدمة. للأسامي المندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن لماعة لماعة لماعة، بدأت تباعد المسافة، بدأت تباعد المسافة بهذا الأداء المثير وبهذا العرض الشيق بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير. انطلقت لماعة، بدأت تغادر بناموس هذا الشوط، وكعادة هذا الشعاري الشعاري هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. من ينطلق من ينطلق على المقدمة؟ تهانينا تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز لماعة بالمركز الأول. تهانينا لغياث الهلالي مع هذا الانطلاق الجميل ومع هذا الاندفاع الرائع. لماعة 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 بدون أي تعليمات بدون أي أوامر تندفع ترقص ترقص على المقدمة، تبشر أيضا جماهير هذا الشعار بهذا المستوى الرفيع دائما لهذا الشعار شعار هجن العاصفة. تهانينا وللمرة التاسعة للمرة التاسعة على التوالي تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي مع الأداء المتميز اللي تقدمه هجن العاصفة. ولحظات لحظات وصول لماعة إلى خط النهاية بدون أي تعليمات. المركز الثاني المزن أيضا بشعار هجن العاصفة. المركز الثالث تاتي مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثالث أسيلة بشعار هجن العاصفة، ومع المركز الرابع شوامق أيضا بشعار هجن العاصفة، ومع المركز الخامس تنطلق في دمعة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. نتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول لماعة إلى خط النهاية. تأتي بتوقيت زمني مقدار هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية 12 دقيقة 46 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. توقيت لماعة، تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني مشاهدينا متابعينا الكرام لغياث الهلالي. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني ايضا تاتي مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثاني المزن 12 دقيقة 49 ثانية ثلاث اجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لغياث الهلالي. شوامخ تاتي مع المركز الثالث وتاتي ايضا بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة. بالتاكيد هذه لحظات الوصول الى خط النهاية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لغياث الهلالي. لحظات وصول شوامخ الى خط النهاية مع المركز الثالث 12 دقيقة 58 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا للجميع والناموس.